هسألك كمان عن اللاعب الدولي المصري لاعبنا الأسطوري محمد صلاح، رأيك إيه في مسيرته الكبيرة والتاريخية في كرة القدم العالمية؟ في نوم محمد صلاح مش محتاج اني انا اتكلم عنه، هو محمد صلاح لعيب عالمي وهو حقق اللي ممكن اي لعيب يحققه طول حياته، وهو حققه في وقت قصير جدا، جاب جوال كتير لجمهور جامد جدا في ليفربول، واي فريق في العالم بيتمنى ان هو يضمه حاليا. طيب مين افضل فريق دلوقتي في الوقت الحالي في العالم، ومين الفريق اللي شايفه هو هيكون الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد على مستوى الحالة الفنية أو تشكيلة الفريق؟ طبعا الكرة فيها كل شيء، بس تشكيلة الفريق الأقوى من وجهة نظرك. ليفربول qual é o time que pode ganhar? Não, nunca podemos esquecer o Real Madrid porque مش هننسى ريال مدريد، مش هننسى ريال مدريد خالص يعني، لان هو الفريق الانسب ليا والفريق اللي بالنسبه لي الاقرب لقلبي. ليفربول برضو كويس جدا حاليا، انا شايف ان هو باريس سان جيرمان، برشلونه، دي اكتر فرق ممكن ان احنا نتكلم عليها حاليا، ولكن عشان ما يبقاش فيها احراج بالنسبه لي هي بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان، دي الفرق اللي انا ممكن اتابعها لغايه دلوقتي وشايف ان هم ممكن يحققوا اللقب يعني.